اثنين، لا توجد طائرة بدون طيار، نهاية نظرية الحرب. جيم ماتيس هو وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس ترامب، هو وزير الدفاع رقم 26، وكان ليه قصة قبل ما يجي، لأن لازم طبقا للقانون الأمريكي إن وزير الدفاع بيكون مر عليه 7 سنين في الحياة المدنية بعد ما ترك الخدمة في القوات المسلحة. هو ما كانش كمل 7 سنين لكن خد موافقة استثنائية من مجلس الشيوخ. جيم ماتيس أو جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي كان قبل كده من نجوم الحرب في الخليج وفي أفغانستان، وليه مكانة عند العسكريين الأمريكيين. كان في زيارة لأوروبا مع الصحفيين، بعد أسبوع راجع على واشنطن في الطيارة، سألوا أحد الصحفيين عن معنى الحرب في المستقبل، فقال جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي إنه الحرب في المستقبل غيرت نظرية الحرب، كل اللي نعرفه عن الحرب هيتغير في المستقبل. وقال جيم ماتيس النقاط التالية: نمرة واحد، إنه اللي احنا درسناه ده كلامه واللي نعرفه واللي كتب في أبحاث أو كتب هو الحرب البشرية، في بشر بيحاربوا بشر، في مشكلة اجتماعية لابد أن تحل، البعض بيختار طريق الحرب علشان يلاقي حل اجتماعي للمشكلة الاجتماعية أو حل بشري لمشكلة بشرية. والحرب كانت بتتغير زي الحرباء، تعبير كلاوس فيتس اللي هو خبير الحرب العالمي الألماني الشهير، نتيجة تغير ميادين القتال، تغير الوقت، تغير التكنولوجيا، إنما طبيعة الحرب واحدة، إن في مشكلة بشرية لابد أن يكون لها حل بشري، فتدار حرب بشرية من أجل حل المشكلة البشرية. إنما، وده كلام جيم ماتيس، دلوقتي مش حرب بشرية، حرب ما بعد بشرية، اللي فيها بقى الإنسان الآلي اللي هيدير هذه الحرب. البعض بيقول طيارة بدون طيار، ده تعبير مش صحيح، لأنها طيارة لها طيار، إنما الطيار مش في داخل الطيارة، الطيار موجود في مكان تاني، فعدم وجود الطيار جوه الطيارة مش معناها إنها ماشية بدون طيار، إنما في اللي هو قام بتوجيهها، واللي قام بوضع القنابل عليها، واللي قام بوضع الكاميرات عليها، واللي قام ببرمجتها، واللي قام بتوجيهها، كل ده موجود، مش لازم يكون في كاميرا القيادة، إنما بيكون موجود في مكان آخر. وكذلك بقى كافة أنواع الأسلحة في المستقبل هتبقى آلية، وبالتالي تبقى الدبابة بدون قائد للدبابة، والمركبة بدون قائد للمركبة، والطيارة بدون طيار، والغواصة بدون قائد للغواصة، هتبقى الحرب كلها إلكترونية، ودور الجنود أو دور البشر هيتراجع كتير جدا. حضراتكم الكلام ده اتقال قبل كده مش جديد، إنما خطورته إن اللي بيقوله وزير الدفاع الأمريكي أول مرة وزير دفاع قوة عظمى بيتكلم بهذا الوضوح عن الحرب ما بعد البشرية أو الحرب اللي فيها الروبوت أو الإنسان الآلي. ده اللي خلى في تجمع دلوقتي من ناس مثقفين وإنسانيين موجودين في 22 دولة بيشتغلوا على وقف تطوير الذكاء الاصطناعي العسكري، وقف حروب الإنسان الآلي، لأن احنا لو كملنا في هذا السياق هتبقى جرائم مذهلة في المستقبل. جيم ماتيس بيعترف، ده وزير الدفاع الأمريكي، بيعترف إنه في المستقبل ممكن نقعد متفرجين ومشاهدين، وتبقى الحرب كلها إنسان آلي مع إنسان آلي، والبشر يخسروا بدون ما يكونوا طرف مباشر في هذا القتال. طبعا ده شيء مفزع للمستقبل، لما نلاقي أسراب من طائرات وغواصات وسفن عسكرية ودبابات ومركبات، وكل ده موجه ذاتيا أو موجه آليا من أماكن بعيدة، ويبقى احنا في إطار مش الحرب البشرية وإنما الحرب ما بعد البشرية. دلوقتي حتى في الحياة المدنية بقى موجود بسهولة دلوقتي سيارة بدون قائد، وفي شاحنات كبيرة، عربيات نقل كبيرة موديل 2019 هتنزل الأسواق قريب، وفي أمريكا الحجز ب 5000 دولار مقدم لشاحنة عملاقة بتشيل كام طن وماشية بدون قائد. حتى هتشوف في الفيديو اللي موجود إن الكرسي موجود في جانب آخر لأن مفيش سائق لهذه الشاحنة الكبيرة.
إذن في الحياة المدنية نقلة كبرى جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن الخطر الكبير جدا واللي اتكلم عنه لأول مرة وزير الدفاع الأمريكي إن العالم ممكن يخطو من مستوى الحرب البشرية إلى مستوى الحرب ما بعد البشرية. دي شاحنة بدون سائق موديل 2019 هتنزل السوق في أمريكا قريب، وقلنا المقدم بتاعها $5,000. ده معناه دخلنا فعليا في الإنتاج التجاري لشاحنات كبرى بدون سائق. وشفنا في الفيديو إن الكرسي بتاع السائق موجود في اتجاه يوضح تماما إنها ماشية بدون قيادة بشرية. اتكلمنا قبل كده إن الذكاء الاصطناعي بيرى علماء كتير جدا وشخصيات بارزة جدا إنه أكبر خطر يتهدد البشرية. قلنا قبل كده إن بيل جيتس رمز الحداثة ورمز المعاصرة ورمز التكنولوجيا الأهم في العالم الآن. بيل جيتس حذر من الذكاء الاصطناعي وإن إحنا هنصنع إنسان آلي في المستقبل هيكون أذكى من الإنسان البشري وهيطور قدرات خاصة بيه وهيتصرف تلقائيا وذاتيا وبشكل مستقل فيما بعد. نفس الكلام أستاذ الفيزياء في جامعة كامبريدج ستيفن هوكينج قاله، وقال إنه العالم متصور إن الموضوع دلوقتي يعني هزار وإن مش ممكن يوصل لهذا المستوى وإن ده كلام بعيد، لكن التقدير العلمي الحقيقي إن الذكاء الاصطناعي قريب جدا هيطور إنسان آلي هيتصرف من تلقاء نفسه. هنا خطر كبير جدا أشار إليه علماء حائزون على جائزة نوبل، إن السلاح النووي هو كمان آلي واللي بيتحكم فيه أجهزة آلية، ولو حصل أي خطأ نتيجة التقدم الزائد والاستخدام الزائد للذكاء الاصطناعي فممكن نتيجة هذا الخطأ ينطلق صاروخ نووي بدون ما يكون في رغبة في إطلاق هذا الصاروخ. ممكن بعد كده الروبوت أو أي مكون ذكاء اصطناعي يقدر الحاجة إلى إطلاق صاروخ نووي من نفسه بدون العودة بقى إلى القيادة العسكرية البشرية أو القيادة السياسية البشرية. ممكن من تلقاء نفسه مكون الذكاء الاصطناعي يقدر إن لابد الغواصة تطلق الآن صاروخ نووي، أو تنطلق من نيفادا أو من نبراسكا صاروخ نووي أمريكي. إذن الذكاء الاصطناعي فيه خطرين، خطر إما خطأ فني أو خطأ سوء تقدير إما في مكون ذكاء اصطناعي أو مكون بشري. المجمل في ذلك إنه في خطر حقيقي على مستقبل الإنسانية من تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وإن الخطر ده ما بقاش يقلق فقط جامعات حقوقية أو مثقفين أو فلاسفة أو شعراء أو حالمين، إنما بدأ يقلق وزير الدفاع الأمريكي نفسه، وعشان كده زادت الميزانية الأمريكية كتير جدا لأنه الذكاء الاصطناعي للأسف هو سيد المشهد القادم، والإنسان الآلي وليس الإنسان البشري هو نجم الحرب القادمة، والقتل ممكن يكون بملايين أو مليارات نتيجة صراع روبوتات أو أجهزة أو مكونات ذكاء اصطناعي، ما يجعل عالمنا أكثر خطرا. الطيارة بدون طيار زي ما قال وزير الدفاع جيم ماتيس هي مش طيارة بدون طيار، مش عشان الطيار مش جوه الطيارة تبقى كده، لأن موجود طيار أو موجود قيادة حقيقية لكنها موجودة في مكان بعيد، وهي نموذج للروبوت حين يستخدم من أجل إلقاء قنابل أو إدارة عمليات عسكرية.